بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الكرام الأحباب، وقفات برنامج أحاول في كل مرة أن أقف معكم وقفة نقف فيها مع أنفسنا لعلنا نستفيق، وقفة من الواقع عايشتها، سمعتها من أصحابها، أخبرني بها من عايشوها. ووقفتنا في هذا اللقاء وقفة غريبة، إنها وقفة من وراء الأسوار، إنها وقفة من وراء الأسوار، من داخل السجن، وقفة لتكون رسالة لكل مظلوم، الله سينصرك ولو بعد حين، وقفة لكل ظالم لأقول له الله سينتقم منك ولو بعد حين، وقفة من وراء الأسوار انتبهوا لها. أستاذ في كلية الطب جامعة المنصورة، أستاذي في الطب درس لنا وعلمنا مادة الأمراض، علم الأمراض الباثولوجي، هو الذي حكى لنا بنفسه القصة وقد عاينها وعايشها، رئيس قسم الباثولوجي بكلية الطب رحمه الله تعالى. قال لنا يوما: أنا كنت من الفريق المسؤول عن تشريح جثة أحد الظالمين، عبد الحكيم عامر، ظلم وطغى، قتل وعذب، آذى واعتقل، منع وقطع، وأفضى إلى ما قدم. عبد الحكيم عامر في السجن الحربي مع من؟ مع رجل صالح، مع رجل صالح غفر الله لنا وله، إنه سيد قطب، مؤلف الظلال، على تقصير نسأل الله أن يغفر لنا وله. وليس ذكري له أو للأسماء تصنيف، بل أذكركم لتعلموا أنه واقع. دخل عبد الحكيم عامر على الأستاذ سيد قطب واستدعي من محبسه ليقابل عبد الحكيم عامر وسط جنوده وفي سلطانه وحوله قوته، ليدخل هذا الرجل القرآني، الرجل الصادق كما نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. دخل على عبد الحكيم عامر فقال له عبد الحكيم عامر مستهزئا: أنت بقى سيد قطب؟ قال له: نعم. قال له: أنت بقى اللي فسرت القرآن في ظلال القرآن؟ قال له: الحمد لله. وأنت في السجن؟ وأنا في السجن. طب تعالى يا شيخ سيد، مستهزئا. قال له: اقرا لنا سورة الفاتحة، بهذه الألفاظ اقرا لنا سورة الفاتحة. فقرأ الشيخ سيد قطب قبل أن يعدم ليلقى الله جل وعلا، نرجو له الجنة، قرأ سورة الفاتحة بصوت ندي عذب كأنه من الجنة، قرأ سورة الفاتحة وإذا بهذا المتجرئ على الله جل وعلا لا على عباده فقط، ينظر للشيخ سيد قطب ولا شيخ سيد، طب اقرأنا بقى سورة الفتحة بالمقلوب، اقرأنا بقى سورة الفتحة بالمقلوب. فإذا بالشيخ سيد يقول لعبد الحكيم عامر: الله يقلب دماغك، بنفس النص، الله يقلب دماغك. خرجت من قلب، بل من مظلوم مضطر، من مكروب مسجون: الله يقلب دماغك. دعوة المظلوم فتحت لها أبواب السماء، وربنا جل وعلا يقسم بعزته: وعزتي وجلالي
وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. قدم سيد قط، قدم وأعدم، وجاءت النكسة، وانتقم الله جل وعلا من الظالمين، انتقم الله من الظالم، كما يحكي أستاذنا في الكلية، قال أنا كنت من المسؤولين عن تشريح جثة عبد الحكيم عامر من ضمن الفريق، فشرحنا بطنه، شرحنا بدنه، شرحنا أمعاءه، ونحن نفتح رأسه وندخل إلى مخه لنشرحه، إذا بواحد من وسط الفريق يصرخ ويقول الله أكبر الله أكبر، في إيه في إيه في إيه؟ قال دعوة سيد قط، دعوة سيد قط، في إيه؟ قال رأينا جزءا من كليته في مخه، قال رأينا جزءا من كليته في مخه، قال دعوة استجيبت قلب الله دماغه، قلب الله دماغه، كان يصرخ قبل أن يموت من شدة الآلام، قلب الله دماغه، إنها دعوة مظلوم، الله يقلب دماغك، بل هي رسالة، بل هي وقفة لكل مظلوم، لا تيأس حتى ولو طال المكث وراء الأسوار، لا تقنط حتى لو طال ظلم الظالمين، لا تجزع، لا تجزع حتى لو طال استهزاء المستهزئين، فربنا جل وعلا وعدك لأنصرنك ولو بعد حين، فربنا جل وعلا وعدك إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، فاليوم الذين آمنوا، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ سينصرك الله جل وعلا، وهي رسالة لك يا ظالم، يا طاغية، يا من تعديت على المسلمين، يا من ظلمت الموحدين، يا من قتلت المصلين، يا من آذيت الصادقين، لن يضيع هذا عند الله جل وعلا، بل هي مراحل يعاملك الله جل وعلا بها. اسمع يا ظالم، اسمع يا قاتل، اسمع يا طاغية، هي مراحل يعاملك الله جل وعلا بها. المرحلة الأولى الإملاء، الله يتركك في غيك لتزداد ظلما على ظلمك، الله يتركك في جورك لتزداد عنة على عنتك، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، بل كما قال النبي كذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى، إن الله لا يملي للظالم، لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. هذه المرحلة الأولى، مرحلة الإملاء، المفترض مع الإملاء أن تتضرع أبدا يزداد في الظلم، المفترض مع الإملاء أن تستفيق يزداد في الغي. فتأتي المرحلة الثانية، تأتي المرحلة الثانية بعد الإملاء، إنها مرحلة الاستدراج، 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 يعني يزيد في الظلم ويزيد الله في القوة، ينفق ماله في الحرام ويعطيه الله جل وعلا المال، يصوب أسلحته للصادقين والمصلين فيمد بالسلاح وبالقوة، يتجرأ على عباد الله الموحدين فيعطيه الله جل وعلا السلطان، كل ذلك اسمه استدراج وهو لا يدري. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، لأنه ذكر فما تذكر، خوف بالله فما خاف، ظلم وما رجع، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يأخذ كل حاجة، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. يوسع الله جل وعلا عليه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد والطبراني والبيهقي من حديث عقبة بن عامر، وهو حديث حسن صحيح، وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب،
إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. يا من استدرجت بالنعم وأنت لا تدري، يا من استدرجت بالعطاء وبالقوة وأنت لا تشعر. هذه المرحلة الثانية، الإملاء ثم الاستدراج من حيث لا تعلم. وإن لم تنتبه وقل من ينتبه، وإن لم ترجع بعد الاستدراج وقل من يرجع، وإن لم تستفق من ظلمك وغيك بعد الاستدراج وقل من يفيق. جاءت المرحلة الثالثة، ألا وهي مرحلة التزيين. التزيين، يزين الشيطان لك سوء عملك، تفعل أسوأ الأعمال وتظنها قربة إلى الله جل وعلا، تتجرأ على أولياء الله الصالحين والشيطان يقول لك، الإنس والجن، أنت بتجفف منابع الإرهاب، تقتل الصادقين، ويسود لك الشيطان سوء عملك أنك تريد الخير بالبلاد والعباد. قال تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله، وكذلك زين لفرعون سوء عمله. وهذا للأسف أخسر الناس، ده خسران، ده ضايع، ده مش هيفوق. إملاء واستدراج بالتزيين بقى، ده شغل الشيطان. زيان لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. كنت شايف قبل كده، خلاص عمي القلب، انقلبت الحقائق، رأيت الحق باطلا والباطل حقا، رأيت الإيمان كفرا والكفر إيمان، رأيت الثبات إعراضا والإعراض ثبات، رأيت الفتنة سنة ورأيت السنة فتنة. هذا اسم التزيين، انقلبت الحقائق، رأيت الصادق كاذبا ورأيت الكاذب صادقا. التزيين هذا أخسر الناس، كما قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم فحبطت، وكفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إملاء فاستدراج فتزيين. تأتي المرحلة التي ينتظرها الآن كل ظالم، انتظر يا ظالم المرحلة الرابعة، مرحلة الأخذ، مرحلة الانتقام. لم يعد إلا أن ينتقم الله جل وعلا من الظالمين. قال الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مرحلة الأخذ سيكون انتقام الله جل وعلا شديدا، سيكون بطش الله جل وعلا عظيما، إن بطش ربك لشديد. إن لم تتب يا ظالم، إن لم ترتدع يا طاغية، إن لم ترجع إلى الله جل وعلا يا من تعديت على عباد الله جل وعلا، تب إلى الله جل وعلا الآن حتى ولو حاربت دين الله، ارجع إلى الله جل وعلا الآن حتى ولو وقفت معاديا لأولياء الله، فباب التوبة لا زال مفتوحا، وإلا سيحاربك ربك. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا، عذاب في الدنيا أولا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا، فتحت لك الباب، فسل ربك المتاب، وإلا أخذت. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليكم، وأن يرد كل ظالم، وأن ينصر كل مظلوم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين.